jeu de blast et que bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak El Hanachi dit ma hadr ma yebdach. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال العصلي مارو المزين اقوى مقلد يا فنان احمد العجيمي ما تنساش لا يدوان ولا ندوان نوفيل جيني غاسيون 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 اي اف ام احلى راديو اهلا وسهلا ومرحبا بكم 13 جويلية 2021 موعد جديد من نوفل جينيراسيون متوا حتى للتسعة متاع الليل تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا اللي مروحين في اخر ساعة من قبل الكوبرو فو ولا على اف ام تي في عشان يوتيوب ولا على الباش فيسبوك راديو اي اف ام شكرا لتفاعلاتكم المساجاتكم الكل اللي يوصلونا ان شاء الله نواصلوا كل يوم ساعتين من زمان من 7 على 9 من الاثنين للجمعة مواصلين بقيادة مروان بوزين مونغاسي مونغاسور عسلامة مرحبا بكم في نوفل جينيراسيون متوا حتى للتسعة برشا ضحك برشا جو وبرشا انتقادات زادة على خاطر النوفيل جينيراسيون ولات عندها اراء راهو ماهوش كان ضحك هاو وي خاطر الوضع برجوليه ماهوش متاع ضحك برشا برشا دونك لازم نتراوح بين الجد بين هذا وذاك بين الجدي وال بين الجدي والهزل بين الجدي والهزل الجميله ليديا العسلي لو مرحبا بيك طارق ومرحبا بالعباد اللي تسمع فينا الكل نجا اسكو قاعدين تعملوا فيها بلعني اما ديما تحطوني في بلاصه الميكرو فيها مكسر باش تخرجوني انا طفله صغيره و... لا 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 انت درافش تعمل قبل ما احنا نبداو للميكرو ديجا التكنيك الكل متحلفين فيك انت بالله سامحني احنا قبيله مشينا انا ومروان فطرنا في استوديو او باش نفضح روحي زاد على لونتين هاي تفضل معلومات تفيد المستمع يا اخي برشا بعثوا لي معناتها كيفاش اللي احنا ناكلوا غديك مره تجوف دونك جو بونس انا ومروان بديت ما نحضروش معاكم غدوه ولا الجمعه الجايه لا فتيتر ما تحضروش الساعة الثانية انتم ديجا صحيح ديجا سكرنا الميكرو عليه القيصر احمد العجيمي اهلا وسهلا بجميع المستمعين مرحبا بكم في نوفيل جينيراسيون وبالله كان فما هنا المعدين يعطيو الميكرو نتاعي ليديا نضحي ضحي بروحك اي نضحي الميكرو نتاعي نعطيه ليديا والله يوما يوما عن يوم تبهرني يا سيد احمد طارق الطفلة الوحيدة في الجروب احببت ام كرهت باش تحس بضغوطات باش تحس بتقلقات وزيد ميكرو وميكرو سامحني احنا عندنا عام توا بضحك ولعب من جينا ما انت احنا نوفل جينيراسيون انت توا فقت ما انت عام كامل خمع وتعب ويعلم بيا كان ربي كيفاش قاعده نتنفس معاكم اي واحد يجي معانا يقول لي مسكينه قداش مظلومه ميساجات يجيوني يقولوا لي بالله كيفاش حاملتهم انت توا بعد عام فقت انا بالعكس يجوني ميساجات مسكن انتوما من العجيمي ومروان وليد يا الفريق اللي يقتصر على هذا الثلاثي يحضر معنا واحد من اهم الكوميديين في السنوات الاخيره في تونس برشا يتابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي شفناه في اكثر من برنامج تلفزي مراد الروجة مرحبا بكم الناس كل محليه الجو الجروب والله ان شاء الله نعديو ايميسيون باهي رجعت من الغربه يا روج رجعت خويا من الغربه قد عندك توا هنا من اللي رجعت عندي شهرين ونص شهرين ونص قديش عندك من اللي ندمت انك رجعت لا والله لا ما ندمتش هذا حكاية ولا تعرف يا روج على جبتك خصيصا لانه الفتره الاخيره الكل خذينا برشا تلامذة نجحوا في الباك ويحبوا يخرجوا لبرا جبتك انت باش تشجعهم على البقاء في تونس تفضل شجعهم انا مشيت باش تشجعهم والله تعرف كي تتبعوا في الانستغرام تحس بالحق فما وطنيه كبيره برشا فهمت صحيح هو كمان يشهيك باش تشجع هي المشكله راه والله ممثل به برشا الروج والله نقول لك فازه لا لا والله العظيم ريت كي تطلع لبرا تولي تحب تونس اكثر برشا يا ربي نحبها اكثر برشا يا ربي نحبها يا ربي يا رب يصير كيفه يا رب شوف انت ديجا كي استعملت تطلع لبرا معناها اعطيت قيمه للبر اكثر من تونس من تونس انا كي نمشي لبرا نقول نخرج لبرا ما نقولش نطلع لبرا هذا الفرق هذا الفرق بين اللي يحب بلاده انا نقول نهبط لدارنا يحب بلاده يا اخي مريولو مكتوب عليه تونس هاك شنو اي تونس قلت لك ممثل به والله مراد مثلا انا اول مره نقابله اما قبل في الانستغرام كي يحكي تحسه متغشش معناه تحسه اي في توا اغزر الابتسامه صحيح تعرف الفيلم تاع الغربه مش تعرفوا قديش الروج ممثل به يسالني قبل ما نجي قبل ما يجي قال لي عندكم يا فيم تي في فيديو ولا كان عندكم فيديو خنجيب تونس سينو خنجيب مريولو كراني ولا السويد انا
فيه تحيه لحبيب الروس. تلمون تفرجت برشا فيديوهات سورتو البريود الاخرانيه راهو ابداع ثمار الروج وليد ريت الحط هو يحط فيديو ومن بعد يعلق عليه انا يعني ما زلت نرى في الفيديو كهو نبدا نضحك قبل ما يطلع ودوي بالحق فما فيديو يظهر وجهه كهو نضحك ديري فما فيديو عودت اكثر من مره بتاع كريم الغربي ديك نتاع العركه للبر وروج انا الروج مبدع ولا ما تاع الروج انا نتبع فيه في التيك توك الحقيقه عجبني على الاخر فماشي شكون بالمناسبه بعد بحثنا الروج نحب نقدم تحيه للقدور المالكي قدور اخونا قدور صاحبي انا ومراد اما يحب يكبر الانستغرام تاعو هو في باله انا النجم القادر يكبر الانستغرام قبل قلت له بدارك قبل يعجبكش والله الروج تكلمه متواضع جاني قبيله قال لي بالله نعمل ستوري وماركيني خل يطلعوا لي زبونين بالحق انا وصيته هذاك قلت له بالله هز لي المورال العجيمي برا كله هاك بالحق هذه توصية منيا على كل التحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا أرقام جديدة وحصيلة جديدة من الكورونا ربي يشفي المرضى اللي تسجلوا اليوم في القائمة الجدد ربي يرحم الناس اللي توفوا اليوم من الكورونا ربي يفرج الغمة ذي على قريب إن شاء الله يا رب في تونس التونس اللي في تونس ولا اللي خارج تونس كيف المرضى الكل وربي يفرج على العالم الكل من الأزمة ذي احنا نحاولوا في ساعتين من زمان كل يوم فما بين الهزل كما قال مروان وبعض المواضيع الجدية كيف نتعدي وتسويت الهاتش عندك أول فقرات البرنامج هاتش عندك هاتش عندك بتوصية من الروج قال لي اختار لي عام أنا قريب لي برش وي اخترت سنة 1990 باهية باهية هاي هكا ولا برشا اليوم شيروا رويحهم في العام هذايا على الاخر اسمعوا مركزوا لي على 1990 ما تسرحوا ليش تسعينات الكل حاضر مروان بزين ابدا في التسعينات والله طارق كي تقول 1990 اوتوماتيكمون تتذكر برشا حاجات محلاهم والله العظيم معناها تحس احسن بيريود عشناها مش كان تونس حتى العالم الكل ما تونس بالذات التسعينات صاروا فيها برشا حاجات محلاهم اي مروان باش تكون صادق قول احسن بيريود عاشوها حتى انا اخطفت شويه منها شي اخطفت منها اخطفت 7 سنين انت عام 9 انت عام 99 وعمرك 6 سنين اخي شويه شويه 6 سنين ليدي انت عام 2006 تتفكروا هاي دخلت سنه اولى ابتدائي كيفاش احنا ما لا مروان احكي التسعينات تكون ينسى كسكروت بتي كسكروت بتي موجود التو التسعينات الفريجيلو تذكر الفريجيلو والباني باني دخل الفريجيلو مثلا ما خلطتش عليه فما زيد حق تيروج ما خلطش عليه دي احكي على احكي الفريجيلو كنت نبيع فيه بالحق على قد ايه على قد ايه نبيع ندبر فيه ياخذوا بسوم ونبيعوا بسوم ندبر فيه راسي مش لقيت فيه فريجيدير داركم كونترا اي ندبر فيه راسي هبط لي تيتر روج يشجع على الكونترا مروان عجبك فما اما التسعينات بحق من اهم حاجات انا بالنسبه لي في التسعينات عملوا زيد هذاك جروب قديم على الفيسبوك يا ودي الناس ابدعت في التسعينات من اكثر الحاجات وانه الفن وقتها كان عنده اكثر قيمه وفيه شارم اكثر برشا من تو في مطعم في صحيح. مطعم الفن وقت أيوة. شنو المطعم اللي في الفن مطعم ذوقه والله بالحق لي بالحق الفن فبروح نعطيك بروف اللي الفن تاع قبل خي ما فن تاع تو اللي تو الناس رجعت له فوالا معناها تو كتابه اغنيه مثلا تقعد في التوندونز في التوندونز جمعه تسمعها جمعه تقلق بار كونتر لا شاتي مي كان تاري تو تسمع بلي جين تاع مايكل جاكس تو تسمع سموث كريمنال تو تسمع نعمل عليهم دورة مزيدوا تسمع شريكي بيجي باو شريكي بيجي باو روز تسمع روز تسمع فيهم أنا 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 الكورة الكورة متاع حتى الماتشوات أقوى ماتشوات في العالم ترجع لهم متاع العوامة ذوك مارادونا متاع التسعينات بالرسمي كانت كورة مش نورمال وجواريات وقتها بريود ذيك ما يخلصوش برشا راه اسمي حتى بالكلمة الطيبة في اللي سالير تو راه تلقاه يخولك في تونس مثلا يقول 300 مليون على شي عم كونترول صحيح فهمت قبل فما قوة أخرى والله في سبور كل شيء كان صحيح كل شيء كان صحيح خلينا نكمل لك الفن قبل ذكروهم الكاساتات الراديو كاسات اي باكون خلط عليهم من والكمان زاد صحيح تبدا ملي تهبط للسوق السوق كبير تبدا تسمع في الكاسيت الجديده تبدا تخدم اون بوك هو حتى اللي كان اللي يبيع في الفريب وكل يبدا حد كاسيت قبل والله صحيح يبدا عاود تبدا تستنى خويا كان فما قبل مثلا الاغنيه البارتي اللي تعجبك من الاغنيه باش ترجع لها تسمعها راه مش كيما تول لازم خدمه كبيره ليديا خلطت الديريكت تعمل كذا نزلتين ترجع للاغنيه بل يشجعك انك تركز فما واحد بركه تاع الرقايه من الدار الكل ولا حتى حومه كامله هو اللي يحشد الكاسيت ويدق
داخل فيها الستيلو ويعمل لك هيك الضربتين ترجع بالضبط في البارتي اللي انت تحب عليها. انت رجعت لها صحيت ويرجعتك تسمع على روحك. كنا نوصلوا حتى ناخذوا كاسيت فارغه باش نسجلوا فيها الكاسيت الاخرى. ذكرت الكابتور كابتور فيديو بديت غادي امانه مصر على كانوا يوصلوا يا مروان المصداقيه نتاعك كانوا مش كنا انا وقتش تولدت 93 قديش عشت من التسعينات؟ ست سنين سبعة سنين سبعة سنين ما تعرفش عشرة لازم صحيح ثلاثة موت العام اللي تولدت فيه ما حسبتوش سبعة سنين مهم شوية راهو طارق بهيت العجيمي لا لا الروج الروج 1990 العجيمي كان جيلو 1990 قبل ما يموت بابلو اسكوبار بخمس سنين معلومة مهمة تم مستمع بابلو اسكوبار كان قلت لك عام 91 غوت راهو قبل ما يموت بابلو اسكوبار كي وين مات به؟ في كولومبيا كيفاش مات؟ بالكرتوش الحومة الحومة البلاصة بالضبط وين؟ باه فوق شنو في استحى هو مات يستحى في استحى يصلح وقتها في حاجه اما قصه راهو فيها حكايه اخرى فيها هزوم بلاصه هذيك ومات اي قصه راهو اسطوره بابلو اسكوبار في بالنا اللي هو اسطوره اكزاكتومون وين مات اكزاكتومون في كولومبيا وين فما ثانيه نتاع الزيتون غاديك هو كيريدار غاديك مات فيه ماهوش مثال يحتذى به ليه في كولومبيا مثل يحتذى به في كولومبيا عاون الفقراء برش يسميه روبن هود روبن هود يا اخي يعيطوا له يعاون الفقراء ودنيا صيح وقت البرشا اي صبب روحه واحد تراه ليدي 1990 اش عندك عليه معلومات طيب فما الانترودكسيون تاع التيست ادين اللي هي حاجه مهمه وبرسك بدلت العجيم الدنيا الكل حاجه مهمه بالنسبه ليك برشا هكا ولا على ديانا تعرف شكون معناها اش تعرف شكون بوك وشكون كذا انا مش بيها انا جبيبه مش بيها تاكد لي ماكش اكثر انسان يتاكد الروج مراد اي معناها تصور طلعت اسمر مراد سامحني اي لا بغرت والله على ذكر ديان قديش تفديك على ذكر ديان ولا بالحق خويا وخي هكا والله باش نحكي سريو والله في بالي تفرجت في دوكيومونتير في نات جيو قال لك اللي ما فما حد توا في 2020 عاملين تفرجت فيه عنده معناها اصله 100% مره واحد روج بالحق والله في روسيا عملوا له ديان طلع من الافريك ابو معناها عنده برسنتاج نتاع 30% من الافريك اي شكون قال لك ديان صحيح ليه مخلط العالم مخلط ياسر في ثغرات راه ولدينا في ثغرات كيما البيسير في ثغرات صالحه انت كيما فما تستويت رابيد تاعهم تاع كورونا تنجم في نفس النهار تطلع بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وصايره في برشا مشاكل صايره في برشا مشاكل ليدي باهي وعندك ديفلوبمون دي زورديناتور بيرسونيل امبوسيبل والانترنت وجوجل ونافيغاتور ويب شو اسمه الاكسبلورر هذاك ياسر دخل انترنت اكسبلورر ولي تندونس مش نورمال وفما ليفولوسيون تاع الهيب هوب شلون 50 سنت والدنيا وقتها اي فوالا وفما الغنيات نتاع كريستينا غيليرا وقتها عامله لوك وكل مكياج و... وعندهم كل الحوايج باللي جويدين يبداو كستر وقتها غنيت قوشاري الشبرتي عرفت هذيك كونغاري تي بندي غورتي جو بارتيز لايك يور بيرثدي انت روج عام قد ايه مولود انا 91 91 كل مره نقص عام في الريونيو تفكرت والله انا عندك حاجيتي ما غلط فيهم عندك هذيا وكسكوربيون والحوت هذوك شنو البرشا كانت هي الروج سكوربيون ما تفهموش اي هو الروج كل اللي يتعرف عليها يعطيها البرج اللي يوديها اللي تقبلوا اكثر ندوخ فيهم انا اللي صدقوا الحاجات هذيا تاع فم بنيه بالرسمي روح شو اسمعت رضي روحك مثلا قاستها انت والطفل نتاع نورمال السين استرولوجيك نتاعك ما يتفاهموش مع بعضهم وما عندك غيزون باش تبعد عليه طفله قامت كريمون من الطاوله راه دينا على السلامه مرحبا بالضحك والجو وكذا من بعد قالت لي خشني الهوروسكوب نتاعك قلت لها جيمو قالت لي ليه امبوسيبل نتفاهموا يا بنتي كيف عرفت اللي انا امبوسيبل نتفاهم قالت لي مدام ليلي قالت امبوسيبل نتفاهموا انا يضحكوني البنات كي يقراوا الابراج مثلا انت تمشي لوحدك في الابراج يقول لها برجك تقول الحوت يقول لها الحوت تحبوا الماء امبوسيبل والله بالحق تحبوا الماء سبع كل شيء يبدا يدور فيهم اي نفسهم ديما انا بار كونتر طارق مش هكاك في الابراج نقل البرج اللي فيه كلام يساعدني كي نلقى فيه مثلا باش تجيك فلوس البريود الجايه وكل شيء نختار البرج هذاك ونحسبه كاينه برج بتاعي لا انا وصلت بيا شيء اللي انا ساعات وليت قال لك اليوم فام اكثر واحد تفهم معاه هو ساجيتير او انا لتو اللوج كان في ساجيتير او وصل بيا شيء الغالي بار كونتر انا اليوم اوم قدو يتفهم مع اليوم فام بالحق كذبه كبير كذبه كبير غلط بالحق اليوم 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 يتهموا الجمله راه يقولوا معروف ابارامون اليوم ما يتفهم مع حد العجين معقد انا عندي ايش 20 سنه تولى تفهم ثلاثه معقدين تو بلاتو شو؟ ثلاثه معقدين بلاتو انا ميكوليديا ابو بون ايديا برشا اما منيك ثلاثه فما التاكسيفون في التسعينات نطيش كلمه راهو معناها جونجو با اولا لا
انا باغ كونت خلطت معناتها الاخر بالحق اخر تاكسي فون معناتها نحس روحي نمشي ساعة ما نخلطش ما دمني قصيره برشا دفاسون ديما نحطوا كرسي ولا تابوري صغير بالعبيد اللي كيف باش نجم نحطوا اي انت خلطت على اخر نجاحاته العجيم يعطيني على تاكسي فون انا في الالفينات ما يصير مع التاكسي فون يعرفها الروج هذايا معناها الكل عملناها ميت فرانك ما يتكلم بها دقيق ننقبوها وبخيط ونهبطوها تقعد تحكي ساعه كان يطيحك مولا تاكسي فون اه يشويك بالضرب معناتها التحية اللي بدي كيما في حاجات كيما التحية من اول الدنيا التحية نفسها تو تصب دينار لايت وتجيك 900 فما زاد فما زاد قبل تاخذ نمره طفله تقرا معاك ولا حاجه ولا ما تعرفش انه شكون باش يسال عليك في الدار تقعد تجز تقعد تبدا عندك كلمية ما لازمكش تحط كلمية باش تسمع توفى كلمية اسمعني تقعد اكيد تقعد تتنفسك احنا عرفتها صحيح تبدا التليفون محضر ثلاثة حاجات كان سمعتها تتكلم كان لي البيش كان يطلع صوت امها كي صوتها يا خويا هنا الحصيلة روش انا مرة صار لي البيش ما اتعس شنو قلت الو قالت لي الو بوها قال عرفتك صوتها كي صوت بوها رقيقة لا بوها بعثها معناها حطني في بيش قال له الو انا نجاوب ويقفوا التليفون كونتر تارخ في التسعينات كانت فما غربة اي غربة عوي تو ما عاش فما تو قبل اسمها كان ذكرتني بالتاكسي فون قبل كان يبدا واحد مثلا يعيش لبرا وباش يحكي مع العائلة نتاعه ولا كذا مرة في الجمعة مرة في الجمعة نرى حد تلقى حومة كانوا قدام صحيح يبداو يستناو اسمع فلان باش يتكلم يبداو يستناو تو خويا وين انا غربة تو تبدا يبدا يقرا لبرا امه قريب باش تحضر له العشاء معناها نهار كامل يبدا بيل فيديو توحش ولدك تاك الو تو ما تسميش غربة بالنسبة لي اسمه فواياج تو ما تسميش غربة تاكسي فون قبل كم تحكي دقيقة وحكي تافع على الاخر هاي كليت هاي تعشيت كهو راي معناه فيش مواضيع مهمة فما حتى موضوع فماش موضوع مهم اوكي ما كانت شكيك الحق بل سمعت الكاسيت اللي خديتها لك هل يبعث ولا معناه يقعد يبعث كاسيت ويستنى باش تعجبها باهي اذا ايش عندنا بالنسبة ل 1990 اللي فواجيتها وبعد نرجعوا للروج سافر اكثر من دولة في العالم بالك الروج راه عاش في دول عاش في بلاد فايتتنا 200 سنة معناه هو توا في مخه فينا حاجة أخرى بعدها نرجع ما يخسرناش كيما احنا نخسروا ديناصورات صحيح صحيح بعدها نرجعوا للمين المنحة الخاصة اللي خذاها بالسافر للبرة ونحكيو على الثروات اللي دخلها من انستغرام وتجاوز القانون اللي عاشوا قبل الثورة هذا الكل ده نرجعوا له واللي إشاعة اللي دور اللي هو أغنى واحد من انستغرام يدخل في الثروات نتاعه ماهيش إشاعة حقيقة قلت العزة نتاعنا في الإخراج عزة المخرج عزة المخرج يعني أخي نتاع الناس الكل ما يتاع الراديو لهنا إي بي قلت لها بدلنا شوية الريتم والله مساجها هو أقسم بالله قالت لي ما عاش عيني باش نعمل ديزيفور نحب نخرج كونشي عزة هذايا والله دونك توا هي باش تخرج راحة باش تخرج بطالة تتسويت أكثر حاجة تستفزك شبيبة بسرعة نعملوا ثلاث دقائق شنو أكثر حاجة تستفزك في العروسات روج قدي عندك ما حضرتش في عرس الحلو يا ميمتي راهو تعرف هي تعرف لي الحلو هذاك باش تهزو مغفص الرجلة وتهزو راهو يبدا الشيء لازق كعبة الورقة كعك ورقة هكا تبدا لاصقة والغراي وتهزو خويا ما فهمتش شنو هي الجو هو باش ياكلو احنا وصلنا راهو يختاروا السيكان دو فاسون انك باش تحط فيه زعما ترفع عملية هاي فوالا دو بريفيرونس هذاك يهز كان بقليوة وكعك ورقة لا لازمك تهز الاخر اللي يهز لك الحلو اكثر حاجة تستفزني كي نقعد نتبع في كعك الورقة من بعيد جاي هو يفرق في الطبق كيوس لي انا يوفى انا نقول كلمة مسكين كان العروس والله يعمل عرس راهو بدرق قدم مليون وياكل نتاعو يا خويا يا خويا والله لا يرحموه ديما نقص قسما بالله هذا حلو صحيح العجيمي انت الوالده تخبي حلو لك انت ولاختك هكا ولا بيع يخلص لك لك انت واختك ولا ياخذ كان لي هي كان لي هي بتبيع علاش اختي وكيفاش يخلط النوعيه الحلو هذا وهو بالحق انا ما يهمنيش تم ثندروجي يتقلق يد مغفص وكل انا ما يهمنيش المهم حلو المهم حلو انا ما يهمنيش معناها نحط كاس حليب يتعدى الشاي بالطبيعة مهمش احلى الحلو اللي كنت تجيبه امي من العرسه كانوا في تربيه احنا الصباح من غدوه يا رسول الله والاكثريه الويل جاب تشوف تربيه الصباح عاد منهم مره سبقوا خويا كي وكليه يتخيلوا ما جبتش الحلو فهمت قالها ما انت طلعت ما مشيتش العرس البارح طيحها من ذكر الحلو على ذكر الحلو أنا أمي من كثرة ما تجيب حلو من العروسات العرس اللي بعده في العائلة نستعملوا الحلو ذاك ما نشريه الحلو ذاك تبدأ سك كبيرة تجد عايد بيت على ذكر الحلو طارق احنا في الدار كنت حط حاجة في الفرجيدير ما تلقاهاش دخلت الدار مرة نلقى هكا عفتك مرس وقتو واحد وهو كعبت القارس ذيك واحد ونلقاه هزيت كليته كي نكل فيه كيبنا هم غصيت وشربت مية كي ما عرفش تعشكون الماء زاد ما عرفش تعشكون اي وانا خارج امي قالت لك وترفك في
في الفريجيدير. لا تعرفك انت دوم طعم تايم كاين انت الوالدة يذولي حتى المشروبات تجيب لك من العرس بتكل شيء تبدأ بيت تجيب لك العروس مر بالله على ذكر المشروبات تفضل انا اكثر حاجة تستفزني في العروسات التونسية اللي هو موجود في كل عائلة الشخص اللي يجي قبل ما يوفى العرس بشوي بربع ساعة ويجي مش في وعيه برشا يخلط في الاخر ويتغشش بيه ويربخها ويربخها ويكبش صحيح وش بيه في ساعه وفيه صحيح وكل فنان اللي صوته خايب يصدق اللي صوته باهي على خاطر هذاك الشيخ ياسر نقمع اي غنيه بشي شيخ صحيح ويبدا يعنق ويمشي يبكي مع العروس صحيح ونبدا وديما امه تبدا حاشمه بتاع تتبسم هي هي عارفه اللي هو عامل كير تحب تتبسم تقوم تشتح معاكم وذاك اللي يتسبب لنا في انه الفنان يطلب علينا بعد ثوم غالي وفما الفنان يخيل له هو روج انه هو حفل لنا جو ياسر صحيح وليه ويعمل ده يعمل خمس دقائق ويمشي صحيح على الحيط فما شيء فما حاجه اخرى تستفزني طارق كزوز نسيه بداوا يقطعوا يريشوا ما يقولوش ربي هناها تلوث التعليق لحنش جمله شهيره اما انت مروان فاجاتني انك تحضر في عروسات معناها لو بروفيل ماكش نتاع اللي يفرح برشا الناس تعمل احتفالات عروسات هكا يظهر شو قلبه خايب مروان شو مروان مش فاهم خاطر مروان شنو اون دي با سا ما هي كيكا مروان خاطر من طبقه برجوازيه كعروسات ما كريستوران هكا هذه الحاجات اللي نحسوا هذه الحاجات اللي نحسوها دون الافصاح بها بريشت فهمت بريشت شنو معناه بريشت قال يحكي عليها ديما ذي في المسرح نتاعو ديما عندكم امثله تتفهموا عليها الزوز ما عمري ما نسمعهم كل هنا برشا امثله مش تسمع هو بريشت كان يقوم ويسمع الحاجات اللي لفقتهم له يفسخ اسمه من تاريخ المسرح يلا نختم معاك ليديا يلا يعجبوني الاولاد اللي يقعدوا لبرا قدام البيت يعجبوك الاولاد ديجا وهم مش يقعدوا كيك يحسوا اللي عندهم مسؤوليه كبيره برشا ويعسوا هما على الساله هما حد ما فيه قبيله احنا كنا ناخذوا ساعه بدايه الجمله يعجبوك اولاد ديجا مفاجاه انت خاطر في العاده ما ها شنو ضيعتها الفكره بتاعها بس شوشه ليديا راهي تقص عليها في الفكره سي تبكي تبكي هي ليديا في بالها ذوك قاعدين كيكه مش عارف ايش خليني نعمل انا في العروسه بوبليات صغار وكذا هذوك اللي يدخلوا بعد يوب يوب يدخلوا صحيح ولو يقول لك العبد ما يعرف الحاجه كان ما عاشها بلاي تو معني خلي غريق المراد قولي لي انا بخوت خنشيخ كي تبدا لحميه وام العروسه هي يتعاركوا شكون باش يلبسها الوحده وشكون اللي قاعده في الطاوله هذيك وعلاش العروسه عطاوها من طاوله من القدام وش بهم من التالي يا خويا اش نعمل هو يقول لك في عرس تحب تبعد على تقطيع وتريش نختم عروج نخرج بيه اخر طاوله مع الحيط صحيح باش تبدا انت اللعبه كل قدام خاطر ريت كان مشيت قدام مثلا خمس نساء قاعدين وحدهم مشيت حيطك انا اكثر واحد يستفزني اللي يبدا ينظم مع كل واحده مع شكون باش تركب كل واحد مع شكون باش يركب هذاك ديما موجود منظم الحفلات وهذاك ديما روح كعابره احكي لك شكون اللي عطاك هالبوست هذا وشكون اللي قال لك اللي فما شكون باش يقعدوا غادي في الصاله وظف روحه بروحه وفي الاخر هو يروح وحده هو اللي يروح كعاب مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعه نتاع ليل في نوفيل جينيراسيون نذكركم تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف 10,000 لايت للربح كلمونا على 31 380 ألف كيف كيف نمروا الواتساب 58 550 772 أي ما هو عندك تمثيل رقص مسرح تنشيط تقليد تقليد لا سامحني ما تسمعوش ابعثونا على 58 550 772 بعد شوية القصبجي مع مروان بوزيان مواصلين معكم راجعين بعد شوية يلا 7:30 مواصلين في نوفيل جينيراسيون حتى لتسعة متاع الليل بحضور مراد الروج مرحبا بكم مرة أخرى هاي معاش توخر لي نعاودوها بحضور مراد الروج مرحبا بكم مرحبا بكم قيادة مروان بوزيان أهلا وسهلا حاط يده على خده لكن قبلته ليديا العسلي هلو هلو واللي حاط يده على خده أحمد العجيمي أهلا وسهلا وذي جندوب يبعث لي مثال أي قال لك حاب يعمل فقرة اليوم لا 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 والله لا قال لي توحشكم الناس الكل وسلم على الناس الكل طارق ليديا مروان وكل تحية لي ذي تلقاو معنا كل اثنين وربعة وجمعة في إيماجين مروان بوزيان خبر يقول لي توا هبط في تواصل لمواقع التواصل الاجتماعي يا عمي انا عملت تشيست قولي لي جف افرحي يا موشا زغرتي واعطي الحلو اليوم وراشد الغنوشي وزيبا بالكورينا عفوا الكورنا مانيش عارف انا سلاله هل تؤكد اصابه اصابه سيادتك بالكورونا اصبت ولا ما اصبتش التعويضات راهي حاصله التعويضات مؤكد مؤكده افرحي يا عبير راني اصبت بالكورينا
رسالتك لأنصار حركة النهضة. أنا تو سبت بالكوري مع ديني ما عاش تحكي برجة ردبي أنا في بالي لقعت بسبوت شو اسمه فايزر الفايزر أي. ما تقولش فايزر ولكن فايزر تبينا أنا ذاكر تراكت ما نحبش فايزر تبينا هو هذا السؤال متاع توينز اليوم هل التلقيح فاعل ضد السلالة الجديدة دلتا سورتو الفيروس عمل تطورات اخرى شي خراشه وانا نقول جبيني الفتره الاخرانيه ما عاد نشم في شيء في بالك الاوضاع ضاعت من يدي وما عادش نطعم في المجلس كالعاده طلعت كورينا في بالك اللي الفيروس عمل ميوتاسيون يا ودي انا مرضت انا جيب لي في الفيروس ما عاد يهمك في حتى حد ما عاد يهمني في حد افرح يا موسى موسى يا عبير نتعداو للقصب جي توت سويت مع مروان بوزين قصبجي عسلامة مرحبا بكم في القصبجي لليوم كالعادة باش نختار اغنيات متاع راب ونحاول نحط لهم عناوين فهمتني اليوم باش نختار اخترت برشا والله يضحكوني فما الاغنية هذه يقول لك كيف توصي صاحبك يا روج كي توصي صاحبك على الكرسي متاعك في القهوة تقول له لحظة باش نوصل ونرجع وكي ترجع ما تلقاش الكرسي يا صاحبي فكرتني عادي كن كورتني أصلي من هيك كنت بعولك كور هاي آكر ماك آكر ماك وهذه كي تلقى آخر كعبة يغرت في الفريجيدير وتاكلها وتطلع عم تعخوك خويا انت خويا رك انت خويا يا يا انت خويا شو نواصلوا فيها نواصلوا في عائلة سنفرة أعطينا سيدي هذه بوك كي يعطيك المصروف ويزيد يعطيك الكرهبة وما يمرجكش بالتليفونات كي تخرج يلا مين باش نبداش باش نقول لك بالدنيا بابا رك بالدنيا توحش نحب الرك ثانيا بابا رك بالدنيا مين باش نبداش هذه ليديا هذه ليديا عسلي كي تسألك صاحبتك وتقول لك يا اخي تحبني وتقول لها راني نحبك اما هاو في مخك كيفاش صفما في مخي وصفما في قلبي انت والله ما تعرف والله ما تعرف اش تعرف نواصلوا في هذه كي واحد يضرب لك الكرهبة ويا اخي تهبط متغشش وتتفاجأ تلقاهم عشرة مع بعضهم راكبين في الكرهبة عطين قلبي رفض زايد كي قلبي ضرب حتى انا قلبي ضرب عشت من الحاجه ترعبت انا اللي يعرفوا الغنيره وقلبه مضرب انا شويه ونكتب نهايه نوفل جينيراسيون ستاتيو كتبته ورجع والله اما قديم في الراديو لا لا قديم في الراديو نعرف شنو نعمل اي ميرسي بوكو القصبجي مراد الروج خويا برشا عداوات عندك مع الراب يقولوا مع الراب اي مع لي رابور مع لي رابور لا مش ناس كل هذا الظاهر اعطينا الباتن شنو حقيقه خلافك مع كلاي بي بي جي والعركه الاخيره في اريانا سونتر تعاركوا على انسترو هو انت وبلتي لا يا صاحبي خويا عركتك انت وبلتي تونس الكل حكيت عليها مع وقتاش وعلاش لا مش انت تصنف فيهم الكل رابيرات في عندك مع برشا رابيرات علاش عندك مشكله مع قاتي كلهم فما رابيرات عندك فما رابيرات عندك معهم بعض الخسائر فما الجمله فما الجمله جديد الروج شنيا وين نجموا نلقاو مراد الروج الايامات الجايه برمجه جايه ممكن عوده شتويه ابار في الانستغرام والسوشيال ميديا ما ان شاء الله عندي دو بروبوزيسيون في التاسعه ان شاء الله اي وقاعدين نشوفوا توا وين نجم نعطي البلوس اكثر ان شاء الله باش نلقى تلقاوني في الميسيون هذيك ان شاء الله دو بروبوزيسيون كيفاش النوعيه نتاعهم في شنو هي القالب هما موجود فما ايميسيون موجوده من قبل أي؟ وفما ايميسيون جديده باش تبدا لمن يعني يسر فقط لا 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 خليك هكا تو حتى نزيد موجوده من قبل ترى انا لمن يسر فقط وحش الشاشه وحش الشاشه شوف شنو نعمل غادي بيرو تخلي خويا مش جو الحكايه هذيك زوز برامج ترفيهيه الاقتراحات ينجم يكون فيهم مراد روج ككرونيكور
اي كرونيكر 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 فما حاجه اخرى ان شاء الله فما حاجه اخرى زوز اقتراحات دونك من التاسعه ان شاء الله تمثيل فما امكانيه وجود الروج مثلا والله اللي بشيراني يعني نجمات بلوز انا مثلت في برشا حاجات في المستوش مع المخرج كريم مرحومه في تحيه ليه ان شاء الله اللي بشيراني نجمات بلوز حاجه هذيك هو كي نقول الروج يمثل ممكن الناس ديريكت تخمم في حاجه كوميديه ترى روحك في عمل لا والله والله وجهه كمل السؤال ترى روحك نكون في عمل تراجيدي مثلا شوف روحي اي علي ما مثلتش ما مثلت في برشا حتى مع عبد الحميد بوشنيق زاد في سيري هذوكم اي صحيح معناها مش كلهم كوميدي فما حاجات ما مش كوميدي واضح ان شاء الله بالتوفيق مراد في البرمجه الجديده ان شاء الله نلقاوك في قناه التاسعة ان شاء الله نلقاوه في قناه والله وجه نجم يعطي على الدراما والله فيه فيه دراما تحسه عايش عايش معاناه قبل شنو تحسه عايش معاناه هو ستانسلافسكي ايش قال الممثل بدون معاناة ما يكونش ممثل بلاش وجيعة مش وجيعة بتبيع الروج موجوع ظاهر دونك ممثل جاوبه ان شاء الله موفق الروج في الايامات الجاية وان شاء الله نراوك في التاسعة مش كيما برشا قالونا مش نراوهم في التاسعة والتوا ريناهم في عام نفسلوا خاطر تعرف علي شنو صار لها انت هي مش برشا راوجوج باش يطور الافكار نتاعو كان باش يزيد يحكي لكم اكثر من هكا هذوما ثلاثي اللي ثلاثي ولا نزيد ثنائي والله ثنائي سامحني خاطر هو ثنائي طارق ومروان ثنائي مروان زاد ذر كيفي فهمت الثنائي هذيا كي تحكي لهم على مشروع مروان مش مذر من الاول من الاول الحكي اللي جبنا ظاهر مش بش انا نشمي فيك ما بكره مش ما تقولش على جديدك نشمي فيك ربي خليتهم هكاك ريت قناه التاسعه عاد كبيره باش سكرتها صراك الفيها ما اسمعني لا يا ربي سالك في الروج تحيه لهم الناس الكل في قناه التاسعه ربي يوفقك روج ان شاء الله نلقاو في قناه التاسعه كيف كيف ليدا ان شاء الله نلقاو في 13 قريب بلدي في العوده في البرمجه الشتويه موصلين معكم حتى للتاسعه نتاع علي سلمها فا وراجعين بعد شويه من السبعة للتسعة متاع الليل نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي 47 دقيقة موصلين معكم حتى التسعة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا موصلين بقيادة مروان بوزين مونغاتي ليدي العسلي هلو هلو أحمد العجيبي أهلا وسهلا فما شكون بعث ميساج طارق مرة أخرى ذي جندوبي قالت وحشكم الناس الكل طارق ليدي مروان ومحليكم نوفيل جينيراسيون يا ربي قبيلة وين بعث على الواتساب قبيل وتو اسمعني ايش رايك تبعثوا بعض الذئاب يولي يبعث لي لهنا في الميساجات يا احنا معنا مراد الروج اهلا وسهلا كنت تقول لي حاجه مروان اي كنت نقول لك حاجه فما مشكله كبيره قاعده تصير في تونس طارق انه كل واحد من بعد يخدم في البوست للمال خاطيه الدومين نتاعو كيفاش بركت البلاد صحيت تو انا مثلا ماذا بيا راني انيماتور شنو بلاستيك ترى غادي قاعد نخدموا بدون وقت جاتك هالفكره هذه اللي باش تحطمك وقتاش قررت تحط مروحك معناها انا نورمالمون كيفاش يقولوها الفورماسيون نتاعي الفورماسيون اي نتاعي اي انيماسيون انت عصامي فورماسيون نتاعك وحدك اي يا اخي شويه العصامي نتاعي ماهيش طارق انا زاد كنت قرايتي مقلد شنو مقلد قرايه قريتها اي 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 علاش مروان هو اللي تنزيدوا نستفسروا اكثر في الموضوع هذايا 47 دقيقه وقت اذان المغرب في تونس توا وقت صلاه المغرب في مدينه تونس تقبل صلاه الجميع مواصلين توتسويت نتعداو شنو تحب تقول له مروان خويا في لاباس كيلكان كي بونس ا موان نفس الوقت 20 20 19 19 اول حد امن بالفكره هذه شنو تحب تقول له والله نحب نقول له يا اللي امنت بالفكره هذه اول مره وضح للعباد اللي راهو الحكايه تصير بالزهر معناها راهو مش انت تكون قاعد 19 وقتاش دي 19 18 19 19 فمش كل غادي خمبي صحيح تستنى 20 تقعد تستنى ال 20 20 وفما سايره كوارث راهو جربت هذا حبيت نجيبه 19 19 انا في 19 18 نكذب طول 8 شنو نكذب طول 8 معني ولا نستنى ما فهمتيه باه مش مخم في حد يحلك 100 والله يا ابو حميد هو مروان قال مثلا تبدا انت تستنى في 19 19 انا في 19 18 هو ما يحبكش نكذ فهمنا الطارق مفهم كامل اوكي فسر لي ما هي 19 19 انا في 19 18 هذه التليفون قعد السنة بجي 19 19 العجيب ما تقنعش شكون يخمم فيا يا اخي نقز طول ال 20 من 18 ل 20 توا فسرها لي باه ما تقنعنيش ما تخلصش قبيله قلت لك بلبلس كبار 95 اي وعم 90 انت حكيت لنا على ذاك جبت انا التليفون شوف 19 19 اي
ما خمم فيها حد اما لكل صارت له هو بريشت 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 هذي والله عاشرة فمرة صارت له يلقى الوقت قد 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 اما مش بنية تخمم فيه شلقيت كي لقيت الوقت قد قد فيش لقيت باهي شوف الروج لطون تفكر تحكي لا ليه ذي كما انا شوفها كما ك شليكة مقلوبة مش باهية وهتقاقة توسك حلقلق و اكل التقاليد فما شي فما شي باهي ليديا انا نامن بها ما هي ما صارت ليش انا عمري ما لقيت عبدي خمس انت علاش ما تمنش انك لازم تطلع الميكرو مثلا باهي خنت تطلع ساعة الميكرو انا قلتك ما نامنش بها خاطر النهار الوحيد في حياتي اللي صارت لي ولقيت الوقت قد قد كلمتني امي قالت لي جيب الخبز ما تخيلش نفس اللي عمل الكونسيبت معناتها كي جي طبقها على عبيد طبقها عليا انا زاد كيفاش انا ذلك كنت غايبه وقت اللي جاي فرق فيها الفازه فهمت اما نحاول صارت لي والله حتى انا نفس الفاز انا مره كيكه زاد 20 20 يا اخي جاني المساج ما عند الاوبيراتور نتاعي الانترنت وفات في نفس معناها خممنا مع بعضنا فرد وقت انا ملي صارت لي بالحق مره غزرت التليفون لقاه 21 21 فرحت هزيت راسي لقى بوليس غزر التليفون لقاه 21 21 وغزر لي عين في عين وين فات خممنا زوز في بعضنا وين فات الليله بوشوشه في بوشوشه شنو تحب تقول لي جاب فكره الجيب ميني نبدا بمروان مره اخرى حلو انا اي توسكي فاشن 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 وموضه يوتيوب صحيح صحيح هي ذيك تريب نحترمه على الاخر بالحق معناها ابداع ابون والله العظيم الفن يا طارق نحترمه على الاخر اما جوست نتسائل علاش يلبسوه كان نساء اه مروان ايش تحب انت مروان ايش تحب تقول اللي بتاثر بالنور اللي بتاثر بالنور تلحق عيون لا جيمي خويا اش تقول له اللي جا فكرة جيب ميني نحب نقول للريح ومش للجيب ميني اللي يحضر مع جيب ميني ولا اش تقول له يرحم والديك الريح انت موجود معك بي اوكي ليديا والله سيطوى هما يتبوردوا الزوز انا شو بون انت نعرفك تقدر الفاشن صحيح سيتوت انا صحيح فما بنت تفنن في الجوب معناتها سي كوليكسيون تخرج كامله بانواعها واشكال معناتها فما اللي قصير فما اللي بالفونت فما زاد فما اللي قصير وما يستحقش فونت من كثرة ما كل عام يزيد يقصر من كثرة ما خلط لا هو فونت صحيح انت تلبس فونت هيك فما اللي فونت ما غير جوب قبل الرجال كانوا يلبسوا زاد روب ودي جو فين اخوما هذه لا لا قبل في اسكتلندا في قناه فاشن تي في اي فما قناه فاشن تي في عندكم ولا لا فسخها بابا قناه فاشن تي في مول غالي كل ما يحبلاش نشوفه بابا ترى برشا حاجات ترى وكيسحه برشا ترى مثلا مراه لابسه عجله وراها وليد لابس فنار معناها فنار كبير وتحته جوب وفما برشا قاعدين يصوروا وعاملين كي طارق انا نحب نذوق من الحوايج اللي يبيعوا فيه مش كون يشريهم شكون يشري فيها شكون قاعد يشري هذا هو السؤال في اسكتلندا طارق فاروسيتهم الراجل يلبس في تقاليدهم جيب والله في اسكتلندا بالحق جيب بكرويات هكا يبدأ اكيد تراديسيون لو سويدوا ما نعرف اسكتلندا اسكتلندا هو انت في السويد ما تعرفش اسكتلندا اش فيها فوق بعدين وين اسكتلندا الفوق شي تحب تقول سي العجيمي اللي جاب فكرة لوتو تيون حاب نقول له يرحم والدين يعطيك الصحة في الاختراع والله انا نحب شفت نقول يقول للشاب نتاع الجزيريه لي شاب نحب نقول لهم لي شاب لي شاب بيان يا لي شاب بيان باللي يخلي كيفاش يخليوا شويه من صوتهم على خاطر تسمع الاغنيه الكل اوتو تيون تحيه لهم الشباب الجزيريه اللي اسمعوا فينا روبو تحيه لهم بيه زلوج نحب نقول له قال لك ماستر زين يرحم مدير مدير قلت لك راك عندك مشاكل مع الرابور راني انا فيتوريست مفدلكوش لا لا ما تفدلكش تيتر ليديا يتهجم ما يهمنيش هاشتاج ميديا تحيه ليهم يعرفوا العباد انا ما نفدلكش اي ما يهمنيش انا نكتبها ونكتب منوطه العباد تعرف انا ماشي نفدلك صحيح ليديا
انا صوتي طاق تلمون كاتاستروفيك حتى اوتوتون ما حبش يركب علي. هكا تقول انا عندي فيك عام في الراديو وتقول مستمع صوتك كاتاستروفيك. لا 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 فما يقولوا علي الناس اللي مختارك صوتها كي تغني. اما فرق كي نغني انا راني قبل صغيره صغيره جي بارتيسيبي ا اون ايميسيون في لبنان ومشيت غنيت مع هيفا وهبي باش تفهم وربحت نورمال مع هيفا وهبي نورمال هي بيد بلوتوتون استنى سته بلدان وكل واحد يمثل بلاد انا مثلت تونس وبالفوت ربحت زيدها معناتها اقوى من هذا الكل فهمت وقتاش مثلت تونس خلينا نعرف من وقتاش سعدها مكبوب يا حسر عليك مثلت تونس في برشا حاجات لا ليديا راهي منورتنا روج ولولا في برشا عرفت جو تالنت راهي محسوبه محسوب دمي فيناليست محسوب من 20 ولا دمي فيناليست من دمي فيناليست نورتنا في عرفت جو تالنت من الاديسيون الاولانيه من الناس اللي حابه تربح ومن البطلات نتاعنا في الناتاسيون حاجه باهيه برشا ليديا ما تشوفهاش هكا به اغنيات تزيريه مروان شويه جو كبير الكلمات خليني في الكلمات ويحكي لك رجع الديديكاسات ما فهميش كلمات يا عدي انا ذي ولا اسامه الهمامي معروف الانستغرام اي تحيه لي حكايه الحكايه ذي ظاهر معروف هما يدخل باش يبدا ما يسمعش اغنيه ديديكاس حموده ايمن خافيه انت نجيبه ما فهميش حتى اغنيه تحيه لحبيبه تحيه لفتحي في الحفله في الحبس تحيه لامي فاضيله هو يحكي في حكايه هو ما فهميش اغنيه تحيه لحبيبه تحيه لفاضيله تحيه لخويا منظر تحيه الله يرحمه توفى هو الكل المشكل في الاغنيه مش الكلمات اللي في الاخر شكون يسمي ملحومه باش ما يتغشش حد اسمع هما يحطوا بته راهو واللي يحط اكثر يحط في الاغنيه يقولوا معايا قع 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 اي انت ماكش فاهم شنيا الكونسيبت نتاع الاسامي هذوك على خاطر اغلبيه الاغنيات اللي قاعدين يخرجوا يتسجلوا لايف اي فهمتك يبدا الرشق مع بعضهم قاعدين صحيت يبدا الرشق في السهريه يبدا هو يسمي هذه 40 ميل من عند خويا مراد الروج زيد عليهم العجيمي 100 ميل دولار اما مش هذا اللي دوخني انا طيب اللي بعد ما يسمي العباد هذوما الكل الكلمات نتاع الاغنيه يفضح فيها روحه كيفين يقول دخلت بارازار لقيتها في البار معنقه صاحبي شافوني قلبوا الهضره ضحكوني ضحكه صفراء معناتها يحكي نورمالمون ربي ستروا هو ربي ستروا يعملها في غنايه ويسميهم الكل تحيه لهم الجزيريه الكل يسمع فينا والفنانين الكل وتحيه لهم قديش يعملوا كومونتيريات وقديش يشجعوا في اليوتيوب بالرسمه احنا اختصاص وحتى الفيو راهي تقوى في تونس بهم هما صحيح 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 برشا تلقاكم قد ايه احنا قد ايه ديما 14 ولينا قد ايه 15 تلقى غنية كومنتريات خمسة مليون عام اسمعني وفيسع فيسع راه يكتبوا الغنيات نتاعهم مش معتر معناها ما تخوش برشا وقت اي شاب ينجم يكتب غنية تك تك اي شاب اي شاب فما شاب نسيت اسمه طيبت له مرته وقت فطور مش نورمال والله كسي ديريكت الميكرو ستوديو عندي وحدة يسموها ليلى هي الصح هي المعلمة هذيك حوبي لوينا هذيك حوب القلب ابيض مليان حنانة هذيك اللبا رزقي هنا اسمع فهم القوة ذي هي اللي بيها نقابلها معناها فهمت راهو قوة هي اللي بيها يقابل في العباد راهو روح شنو تحب تقول اللي جاب فكرة ديريكت على الفيسبوك اللايف نبدا بالعجيمي اللايف ولا ما عادش لايف تو شنو خاطر برشا عباد ياخذوا حاجة تو في اللايف ولا عادوا في فيديو يحطوكم كوا لايف انا فقت بها في اللايف نتاع دار من انا نتصور اللي عمل الفكرة ذي في بالوش فهم بلاد اسمها تونس تدخل تشوف اللايفات في الجروبات ولا كيفاش حاجة رهيبة راهو لايف يقعد بساعة ما يحكي حتى موضوع لابس مريول خلعة ويتكيف يبعس قداش طلعوا سبعة لا نحكي في الموضوع كي يوصلوا عاش ما عندوش موضوع شو الموضوع اللي باش تحكي يولي 12 لا نحب 20 ويمشي راهو ويمشي ينسى اللي هو في اللايف صعب الدور ويرجع هاي وينكم الاولاد هاي فيديو كامل فيديو كامل يبوخ ما نحكيلكش باش انت تتفرج تشيخ يا ودي شنو تشيخ صحيح راهو ما فما حتى موضوع ما فما حتى موضوع وخليك يطلع مع زميله ولا تفضل يتفرجوا فيك هو يقعد يتكيف تو نهار كامل واحد يقعد يتفرج فيه يعرضوك انت العجيمي اللي فيديو هذوما ما يعرضوك ما نحبش يعرضوني الروج يعرضوك ليه المشكله تلقى روحك راه عامل لايف عامل جيم في جروب ما فهمتش على خاطر فما فسروها علميا العجيمي يقول ساعات لا لا هذه فسروها بيتر بروك قال لك يتخمم في حاجه بالحق تخرج لك في الفيسبوك اي هذيا والله قيتها عليها الفاز وصحيحه راه لا اكدتها لي انت كي قلت لي يعرضوك لا 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 مش كي تخمم صحيحه صحيحه كي كي تنطق الاسم برشا مرات مثلا انا عندي فاز اللي نبدا نقطع وريش انه صاحبتي في شكونك ونحلوا
خلاص يعني. سوجيستيون اي انا المشكله هذه قاعده تصير لي، اما ديما اللي تعجبني ما تطلع ليش. انا نحبها تطلع لي بعد سوجيستيون ما تطلع ليش. فما حاجه اخرى، كان لقيت بنيه حاله لايف في جروب مش تاع بنات، معناها فما الجروبات الاخرين، جروب برشا جروبات على الفيسبوك ديما هذا هو موضوعهم، بالله اللي مش عاجبه يخرج، انا هكا نعيش وذي حياتي. كيما الكل عندهم مشكلة بالا تاع فري بتتحل تو في جروب في فيسبوك. بالك فري كان بكلاستها بالك كامله تحل الناس تشري وكذا. انا باكونت عندي مشكله مع البنات اللي يحلوا لايف في سهريه، ما انت تعدي لك سهريه كامله وهي فما انبوبه كي تقعد تصور في الانبوبه، ما هي في النوار ما تنجم تشوف منها حتى شيء. لايف ويت غلط ساعات لايف ما مصوروه ماشي البحر كرب ماشي. اي صح عليه عليه مروان. كان فما كان فما واحد توصيه اللي جاب الفكره ذي نتاع اللايف عندي نحب نحكي معاه. قول له صافي عندك 30 ثانيه قبل ما ناخذ الكراش. يا ربي بجاه ربي اللي قديت اللايف في الفيسبوك فسر لنا احنا التوانسه كيفاش النجم ديزاك تي في في تونس. ديزاك تي في كيفاش نتفق لا قبل مش تونس كهو ميسالش خليه نحب نعملوا ديزاك تي في العابر موسيقى هاو راهو طارق يعني اجفنت كات راهي هي حل لايف. نختم مع كان يقول لك ديزاك تي في واللايف العابر موسي، اما فرض وقت ديزاك تي في واللايف نرمي صفر يزوز مع بعضهم يا ليه يا اخي عبير يا اخي شنو وبرا تعبر هي يا عبير في المجلس قاعدة تعبر معنا هي تفدليك وبرا مش باش نوصلوا نحيو نرمين صفر. الكراش بديناها البارح مراد روج عبد ريتو في الشارع وعجبك وما نجمتش تحكي معاه مع الجروب اللي معانا كل يوم يدخل معانا من اللي هبطوا مساجات بعثوا لهم مساجات سيتي بيان توا اير. كان تعرفوا الجروب موجود فيه برشا دي مومبر في تونس يبعثوا عليه توانسه اللي عرضوا عبد وحشم مش يكلموا اللي ما نجمش ما لقاش الفرصه في سما مشي ما نجمش يحكي معاه. الجروب هذا من اوت 2019 بدا والناس هذوما اللي تيميد غالبا يبعثوا لهم مساجات ويهبطوا لهم السيتوياسيون نتاعهم وبرشا تلقاو مع العبد اللي لوجوا عليه من غير ما يهبطوا لا المعلومات الشخصيه لا تصور لا فيديوهات. معنا اليوم نشوفوا شكون معنا مش يعطينا اسمه. الو اهلا وسهلا. الو عسلامة. عسلامة سيدي شنو احوالك؟ الحمد لله. اسمك او الاسم المستعار شنو كيما تحب تسمي سمي نسمي انا شاهي نسميك صوتك عجبني تحسه نتاع سي شاهي نسميك صوت عادل منفذ والله صوت عادل منفذ شنو لحظه عادل عادل اسمك عادل عادل واسمك في الدنيا شنو هي اوكي عادل اي عادل شنو الحكايه نتاعك عادل بدنا يا وين كيفاش شنو صار بين ساعة والحاجة أنا ما حبيتش تقول اسم خاطر يعرفوني برشا عباد ما تبش يعرفوني حتى ولو ما تبش تقول لك بس يعرفوني برشا يعني دوب ما تقول الاسم برشا من غير لقب يعرفوك يعرفوني يعرفوني باهي احكي لنا باهي الحكاية سي عادل باهي الحكاية بديت عندها شهر التالي اي نطلع في الكار 460 كل يوم 6:30 الكار 6:30 460 وين تهز هذايا شيرتنا بن عروسه مريان مريان بيه اي مريان اي ما نحبش تكون زاد المحطه خاطر يعرفوني زاد حتى لو مش اي ما تقول جوست هز لريانا ما تقولش اي هز لريانا ناخذ في الكار نتاع 6:30 نتاع الصباح نتاع الصباح بيه لا عرفتك عرفتك ديما محطة في أريانا تاخذ كار 6:30 تاخذ كابيسان من القهوة اللي الساعة أول حاجة مش من أريانا ناخذ يمشي لأريانا من منوبة لأريانا من منوبة لأريانا تاخذ كات بشوي بشوي بدا يعطينا في المعلومات الخاصة خلينا على الطفلة الساعة خليه يكمل عادل يحكي لنا شنو هي شاف شكون شاف بالضبط شنو كيفاش صارت العملية الساعة والحاجة تطلع معايا كل يوم في الكرمة مش نفس المحطة باهي قداش الفترة اللي قاعد تطلع فيها معاك كل يوم؟ أكثر من شهر أكثر من شهر 10 وليت أكثر من شهر 10 باهي الحاجة اللي خلتني متردد من الأول ما تطلع في الكارت فقط قاعدة شاهية معناها علي ما حسيتهاش من الشعب معناها قاعدة لا ما ما لقاش فرصة مش حكي معاه لا مو مش الشعب نخاف لا تطلع أطول مني شو؟ نخاف لا تطلع أطول مني ديما قاعدة هي كان تعرف ثمارك هذا تتعلق بك على الاخ اي بالضبط اي باهي شنو هي اخر؟ عندها الجمعة التالية وين تلفت ما وين تلفتت لي وين بنت بدينا نغزر لبعضنا نغزر لها معناتها كل يوم في نفس البلاصة اللي تقعد فيها كل يوم في نفس الكرسي الساعة والحاجة ديما نفس البلاصة نفس البلاصة معناها هي تطلع من اللولانيين من لولانين من لولانين باه دونك مازال ما تطلع تطلع ما دار من يفتح منو واضح شكلها كيفاش هي خلينا نتعرفوا عليها كان تسمح ساعه والحاجه شعرها قصير شعرها قصير باه
شعرها كحل عينيها كحل ديما تلبس لونات لونات نتاع مش نتاع نظر لونات نتاع شمس لونات شمس تلبسها من 6 ونص تاع الصباح لابسه لونات شمس ولا كيفاش ريت عينيها لونات شمس لابسه لا باش نقول لك كيفاش ريت عينيها عاود زيك الحبيب ايه يلا بسرعه عندك 40 30 ثانيه عادل يلا 30 ثانيه اي البارح وموت البارح اي البارح وموت البارح البارح ساعه والحاجه طلعت في الكراب ناقع واقف فقلت لي تحكي على ليه اسمعني عرفت هذي ليه خويا عرفتكم الزوز خويا عادل اي البارح كي جيت طلعت القهوه واقفه اش صار عادل يلا نلقى واقفه وبظهري انا نلقى ما كيما قلنا احنا في ظلمه بينات بعضنا ما باه حكيت معاه بقيت ما نجمتش انا بديت راني حاشي مراوغ نبدا واضحي ما نجمتش تحكي معاه ما نجمتش نحكي معاه ما تلفت لها انا نتلفت وهي تقلب وجهها ما غاديك تعاود ترجع لي تلفت لي انا ما نجمتش نحكي معاه باه غدوه انت باش تطلع في الكار هذيا عادل نطلع في الكار دي كي كل يوم كل يوم وانت بعثت ميساج للجروب سيتي بيان توا هي ميساج للجروب الساعه والحاجه ديما 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 كومونتي راني في في الجروب و وكان ديما تكومونتي على السيتياسيون اللي هبطهم على كل عاده ان شاء الله كتابه الفيديو في الجروب هي ممكن تتعرف على روحها وممكن تجاوبك وتبعث لك ميساج هي ولا ينسخوا بيناتكم في الجروب سيتي بيان توير اللي برشا عبيت لموا من الجروب هذي مشكور عادل على الاتصال احنا مازلنا مواصلين معكم حتى لتسعه متاع الليل بعد شويه الاخبار وراجعين مع